السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير، تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نديروا البهله، وغنديروها بالمقادير التاليه. هاد البهله هادي ان شاء الله غادي نحتاجوا ليها جوج كيسان ديال الزيت، وجوج كيسان ديال السنيده، وربع كيلو ديال 250 غرام ديال الزبده. طبيعه الحال خصها تكون بحراره المطبخ، انا من الصباح جبتها من الثلاجه وحكيتها باش تعاوني. وجوج كيسان ديال اولا كاس ونص ديال الزنجلان، ولا عندكم شي اضافات اخرى يعني كاللوز او كاوكاو ممكن تحمروهم وطحنوهم وتضيفوهم. انا عندي زنجلان، و 16 غرام ديال الخميره كيماويه، ومعلقه صغيره ديال القرفه، والدقيق بطبيعه الحال كيبقى على حساب الخليط. هو هنا غربلتو وجدتو، نتوكلوا على الله. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. غنديروا السنيدة، كيسان العنبة، وملي عبرنا بهم السنيدة عبرنا بهم الزيت، نضيفو الزيت ونخلطو مزيان السنيدة.
دابا ملي كملنا العجين ديالنا كامل كنشعلو الفران حتى كيسخن وكنديروها لتحت، وكتكون العافية فوق منها وكتكون العافية مهيلة حتى كتشقق، كنشوفوها تشقات عاد كنطلعوها لفوق، عاد كطيب ديك الساعة كنطلعوها لفوق باش طيب من التحت. صافي، وهذه هي الوصفة ديال اليوم، كنتمنى انها تعجبكم، وإلا عجباتكم تابعونا في القناة ديالي وعملوا لي لايك، وما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم بحول الله.